السلام عليكم المتابعين ديالي، شخباركم؟ لاباس عليكم؟ صحة لاباس؟ كنتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم ان شاء الله غندير معكم واحد البلوك صغير شويه، كنتمنى يعجبكم. اليوم ان شاء الله غندير معكم واحد الحلوه كيقولوا لها ريش بوند، او لا حلوه الزمن الجميل، او لا ميمي، كل واحد كيفاش كيسميها. ندوز معكم الطريقه والمقادير كذلك في نفس الوقت. عندي هنايا 7 ديال البيضات، بالنسبه للبيض عندي صغير شويه متوسط، ولا كان البيض كبير ديروا غير 5، ولا كان صغير ديروا 7. انا عندي هنا البيض صغير، نقرب لكم الكاميرا شويه. عندي هنايا البيض كيف ما قلت لكم، بيض صغير او متوسط واحد شويه، 7 ديال البيضات. غندير معاهم واحد فاني وحده اللي كتكون 7 غرام، فيها 7 غرام. بالنسبه لنكهه الفاني، اما ديروا السائله ولا ديروا هذا الساشي، او لا ديروا الحامض او لا البرتقال، يعني باش ما بغيتوا تنكهوا تنكيه كيبقى على حسب الذوق. غندير واحد قبيصه د الملح لتصحيح الذوق، صافي. غير شويه غندير السكر. هنا عندي كنعبر بهاد الزلافه، هاد الزلافه كتعبر جوج ديال الكيسان ديال العنبه. هذا راه ماشي الدقيق البنات، مشيو تقولوا يدي مسخ الدقيق، هذا راه البلونكو. كنت مع الدراري كنخدم معاهم وبقى لاصق في يدي. هنا عندي زلافه يعني جوج كيسان ديال السكر سنيده، وبنفس الزلافه غادي نعبر الزيت. يعني مثلا درنا جوج كيسان ديال الزيت، جوج كيسان ديال سنيده يعني السكر الحرش، او لا السكر الخشن، باش كلشي يستافد. لان كاين دول، كاين اخوات من الدول العربيه ما كيفهموش اللهجه المغربيه. بالنسبه للاخوات اللي في الجزائر، فاحنا اللهجه ديالنا شويه متقاربه، فكنفهموا بعضياتنا بزاف. صافي غادي نخلط، بسم الله. نخلط مزيان، سهلة هاد الحلوة، ما صعيباش، سهلة. المقادير ديالها بسيطة، وحتى الخدمة ديالها سهلة، يعني دغيا دغيا. غادي ندير الدقيق، هنا عندي كيلو ديال الدقيق، غادي نشوفو شحال غادي يدخل تاع الدقيق. غندير واحد جوج ولا جوج ديال الخمارات، يعني الخميرة الكيماوية، كل وحدة فيها 8 غرام، يعني المجموع 16 ديال الغرام. حلوة كتجي زوينة بزاف، مع كتكون فيها الكونفيتور والكوك فكتوكل. يعني حتى لا بغا شي واحد مثلا بحال دابا اللي مبليه شي حاجة حلوة يديرها فمو قبل ما ينعس، كيتاخذ يدك الوحده ولا جوج كتمشي تنعسي، والصباح كتصبحي جيعانه، لان هذيك الحلاوه نتاع الليل كتصبح الانسان شويه جيعان. غير من الاحسن ديروا الدقيق المزيان، الدقيق الناعم داك المزيان، الدقيق البيض تيكون بيض ديال الحلوه، خاص بالحلويات، باش كيجي اللون ديالها زوين. ما ديروش الدقيق العادي، فهو كيجي اللون ديالها كحل شويه. باقي خاصني نزيد الدقيق، غادي نستعمل داك الكيلو كامل داينه. مشيت نوقف الكاميرا، ظلمتها كاع انايا، نوقف شويه على ما نجمع الدقيق باش ما نطولش عليكم الفيديو. الدقيق خاص واحد شويه، يعني داك الكيلو ديال الدقيق غادي نديرو كامل. شتي شحال بقى؟ غادي نديرو كامل، يعني هنا دخلت كيلو 7 ديال البيضات. ولا درتو مثلا 5 تاع البيضات، فما غاديش ديروا كيلو ديال الدقيق كامل. غادي نجمعها ونرجع نكمل معكم الفيديو. صافي انا جمعتها، كيلو تاع الدقيق نيشان دخلات فيها، كتبقى واحد شويه تتلصق ماشي مشكل. غادي ندهن يدينا بالزيت، غادي ندهن بعدا هاد الطبسيل
اللي غادي يدخل الفران دهنوا بالزيت. بغيتو تفرشوا ديك الكاريت نتاع الزبده اولا الكاريت الحلوه تفرشوا. انا عندي صراحه بعيد شويه ما قدرتش نطلع نجبدو شي مشكل بحال بحال. كندهن شويه يدي بالزيت وكنشكلهم كويرات. بغيتو ديرهم صغارين بغيتو ديرهم كبار، لان انا كنديرهم شويه صغارين لان كيتنفخوا كيرجعوا يتنفخوا، فمن الاحسن انكم تصغروهم واحد شويه. شفتي انا صغيرين كيتنفخوا كيرجعوا كبارين. غادي ندخلها للفران غادي يطيب ونرجع ثاني معكم ان شاء الله. ملي كيطيب كناخذ واحد القرعه ديال الكونفيتير. بالاول كانت كيكفيني جوج ديال القراعي من هادو، دابا ولات غير قرعه واحده كتكفيني لانه وليت كدير بواحد الطريقه واحده اخرى. بعدا غندفيه واحد شويه باش كيزيد يتطلق، لانه هو كيكون جاري هذا ديال الحلوه تيكون خفيف، ومني كنزيدو ندفيوه كيكون دافي كيزيد يتطلق. غادي ندير هاد الدفا على البوطه تسخن واحد شويه غير شويه ماشي بزاف. درت الكونفيتور ديال سخن وهذه الحلوه اللي طابت ها هي هذه، درتها كلها في هاد الجبانيه كبيره في هاد البانيو كبير، ولا ديروه في شي كسعه ولا المهم اللي بغيتو نتوما. باش الطريقه اللي غادي نعطيكم على حسب، باش تحتاجوا غير قرعه واحده ديال الكونفيتور. انتما باش قلت لكم تستعملوا الدقيق داك البيض مزيان اللي خاص بالحلوه. ها انتما شفتوا كيفاش كيجي بيض من الداخل كيجي زوين صافي بيض. من الاحسن ديروا داك الدقيق ديال الحلوه اللي خاص بالحلويات، كتكون اصلا مصوره فيه الحلويات. هذاك الكونفيتير راه سخن صافي، غير كيدفى غير شويه ماشي تسخنوه بزاف حتى يطيب، شويه كيدفى باش كيزيد يتطلق. بسم الله غادي نخوي عليه في مره، لان ديك الطريقه اللي كنديروا القياس غير شويه بشويه كياكل لينا الكونفيتور وكياكل لينا حتى الكوك، يعني كيستهلك الكونفيتور وكيستهلك الكوك. بهذه الطريقه هذه احسن. بسم الله سخون حتى الحلوه باقا سخونه شويه مع الكونفيتور جاني سخون، حيت انا غير رميت الحلوه هنايا غير خرجت من الفران درت عليها الكونفيتور حتى هي باقا سخونه. اي 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 اي, اي سخونه صافي هكا دغيا كتلاصق، هي بعدا كتلصق هنايا انا كنحرك وهي كتلصق دغيا دغيا. ها وحتى الكونفيتور ما كتاكلش بزاف ما كتستهلكش بزاف. غادي نخطط الطبسي اللي طيبت فيه، غادي نلصق ونحط نلصق ونحط حتى نسالي بحال هكا، وعاد نديرهم في الكوك باش هكا ما كيتوسخوش يدي بالكوك وكنستهلك عاوتاني الكوك. كاينه اللي كنهزها كنلقاها اصلا متلاصقه مع بعضياتها مع اختها. شتي نستمر بهاد الطريقه هادي حتى غادي نكمل. من بعد ما لصقتهم كاملين هانتوما شتو عاد غادي ندوزهم في الكوب باش هكا كتجيني الخدمه سهله. والكوك كنختارو كوك مزيان اللي كيكون ميدم، كديروا له غير هكا كتلقاو الزيت في يديكم ميدم، تيكون هكا اللون ديالو راه من الصفيره ما تيكونش داك البيض، هذاك البيض تيكون ناشف وشاحت. بسم الله
لنا خطابه ديريكت ونهشتي يدي، ما كتوسخش ما كتهزليش الكوك بزاف، لان صافي ملي كندوزها في الكو في الكونفيتير كنمشي نغسل يدي كنشفها نمسحها وعاد كنجي ندوزها في الكوك باش ما كنستهلكش الكوك بزاف. كنتمنى نكون فدتكم لانها طريقه زوينه بصح وعمليه واقتصاديه في نفس الوقت. بحال دابا هكايا ديرو حتى اكثر من وحده، ماشي غير وحده، نقدروا نديرو حتى اكثر. غير انايا هزيت في الاول داك حبه حبه باش وريتكم طريقه سهله. انا درت هادو في الطويصه غادي نعطيهم لخويا، خويا الصغير. بغيتو نديروهم صغيورين بحال هكا كديرهم صغيورين، بغيتو ديروهم كبارين بحال هكا اللي بغيتو على حسب. انا درت شويه صغير وشويه كبير، المهم نتوما كيبقى لكم الاختيار. هذا الشكل ديالها كيفاش كيجي، كنتمنى تعجبكم. المذاق ديالها كيجي غزال، كيجي رائع، كنتمنى يعجبكم.